خليكم في الجنينه شويه بس اوعوا تنزلوا البسرين الا لما اجي لكم. ها نورت والله ده احنا ظهرنا النبي. اوعى تفتكر يعني اللي في حاجه كده ولا كده. لا دي مطربه اسمها دندونه واخد بالك، والتانية رقاصه، وانا ناوي اعمل كاسيت واحوله فيديو كليب. امال مراتك وعيالك فين يا دكتور؟ مراتي ايه يا راجل؟ هما يعرفوا يعيشوا هنا برضه، دول يخلوها خرابه. انا خدت بيت في المركز وبسافر لهم خميس وجمعة، دي اسبوع ودي اسبوع بالعاد. وانت بقى عايش في كل الفيلا دي لوحدك يا جماعه؟ ومش لوحدي قوي يعني، في برضه اللي بيعدي عليا عشان ياخد بحسي. ما انت عارف انا اصلي ما احبش الهدوء، احب الزيطه والدوشه. فاكر يا دكتور؟ فاكر ايام الفيلا لما كنا نروح واحنا صغيرين مول كتير الساعات ونقعد هناك بقى ايه نلعب في الدوخه والزرومبيحه لحد الصبح ونروح وناكل علق من ابويا وابوك. الله يرحمهم ويحسن اليهم. الله يرحم الجميع. ما قلت ليش عملت ايه في موضوع الضرايب يا دكتور؟ هو انت مستبيع ولا ايه؟ نزل تكلمني في التليفونات وعمال تقول في كلام في الموضوع ده وسرسبتني في الكلام، وانا عمال اقول 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 الله التليفونات متراقبه يا دكتور هلال. ما تاخدش في بالك يا رضوان، احنا ناس معانا حصانه، محدش في الدنيا يقدر يرعبنا. انت ما عندكش تلفزيون ولا ايه؟ لا ازاي بقى؟ موجود تلفزيون بس في الليفنج روم. اصلي انا ساعات اتفرج على الافلام اللي بيجيبها الدش يعني. ما احبش شغالين تشوفني وانا بتفرج عليها. وعندك دي في دي؟ عندي دي في دي وعندي فيديو كفه ما تشتهي الانفس. ايه يا دكتور؟ صدقني ولا ايه؟ قوم معايا ولا ايه؟ تعالى تعالى شرفت ونورت. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي؟ كم بوصه ده يا رضوان؟ 55. بتخمس في وشي، مش هتبطل حركات البلد دي. والله ما اقصد يا دكتور. خد 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 شغالين ده بقى. ايه دي؟ فيلم حلو قوي هيعجبك. وما عاد حد بيتفرج على افلام دي دلوقتي، ما خلاص الدش بقى فيه كل حاجه. دي فيلم خارج؟ خارج قوي. مش تقول لي اللي انت غاوي الحاجات دي، انا كنت ابعت لك اللي انت عايزه. طولياني ولا فرنساوي دي؟ لا مصري. ايه دي؟ هي مصر بقى بتديك افلام من دي؟ طبعا يا رضوان، مش في عولام من دلوقتي. يا كابتن ده انت بقيت شاطر في الحساب قوي يا دكتور. ماشي، أنا مش هرد لك كلمة، أنا هدفع 5,040,000 جنيه. أنت كنت بتصورني يا هلالي؟ أول ما دخلت عليا الأوضة يا رضوان، ومسجل لك كل التليفونات، لو عندك كاسيت ممكن أسمعك. فخ! تعمل لي فخ يا هلالي؟ تعمل لي فخ؟ ده أنا هقتلك! مش هتلحق يا رضوان، أنت قدامك 10 دقايق بالظبط. في واحد واقف قدام مباحث امن الدوله معاه كاسيت وديسك زي ده والحكايه كلها، لو ما اتصلتش بيه خلال 10 دقايق بالظبط هيطلع الحاجات دي ويجيب البوليس ويجي. زاد لو بصيت من البلكونه دي هتلاقي عربيه حراسه بره، عندهم تعليمات اكيده ان في خلال ال 10 دقايق لو ما خرجتش هيقتحموا الفيلا. ايه عشان ما بقاش كذاب، هم 6 دقايق ونص مش 10 دقايق، بقوا 5 ونص يا رضوان. يا رضوان انت عندك فرصة أخيرة تنقذ نفسك وتمشي من الفيلا دي بكرامتك قبل 5 دقايق إلا 15 ثانية. أنت عايز مني إيه؟ الفلوس أنا مجهزها لك زي ما اتفقنا. فلوس إيه يا رضوان؟ أعوذ بالله، دي تبقى رشوة يا راجل. بلتك حلوة والله يا رضوان، مفروشة حلوة. نعم يا اخويا. فاضل 3 دقايق. فاكر يا رضوان لما قلت لك ابني ابنك وما تبنيش لابنك؟ قلت لي ده كلام فاضي يا راجل. تصور انت طلعت صح. انت بقيت بتفهم يا رضوان. خد.
ده عاد الفيلا بالفرش اللي فيها. يلا رضوان، فاضل 2:45. الكفر محتاجك قوي يا رضوان. اوعى تكون سبت وزاره التربيه والتعليم.